السلام ليوسف النجار خطيب العذراء المختار المشهود له انه بار ذو الشيبة والوقار، هو من نسل الأبرار من عشيرة داود المختار، عينه الرب باقتدار وحصنه بكرامة ووقار، عينه الرب وائتمنه يكون خطيبا لأمه، عصاته أظهرت علامة طارت شبه حمامة، فأخذ مريم الصبية البتول الطهرة النقية إلى بيته بكل حنية ليتمم المشيئة الإلهية، ظنوها زوجة عادية وهي للبتولية مشتهية، ففاضت نعمة سماوية في الناصرة واليهودية. طوبى أيها البار، طوبى لبيتك المختار، إياك الرب أشار لاستقبال البشرى الإلهية. الصبية حفظت في قلبها بشارة ميلاد ربها، ويوسف نظر بطنها فتحير ولم يقل لها حقيقي هو بر كما شهدت الأصفر، لكن الأمر جعله يحتر فلم يتركه أب الأنوار. الأمر يخص الفادي لذا أرسل ملك نوراني يطمئنه بالحبل الإلهي، فصح ده مش استحقاقي، ها أنت قد اقتنيت الحق للذي يسبي العقل به الجوهر الثمينة يسوع غالي الإيمان. السما لن تنسى أتعابك وسهرك وترحالك وبذلك وخدماتك وكمالك واحتمالك، لم تكن أبا للمسيح بل أخذت اللقب الصريح، ليس على سبيل المديح بل تكريما لشخصك الخديم، نلت كرامة الأبوة وعظمك الرب بقوة، وأرسل ملك يعلن لك مصر تكون ملجأك، واصبحت الشخص المسؤول لذا جاءك الملاك مرسول، خذ الطفل وأم النور إلى مصر قوم على طول. لم يعين في مصر مكان فطافوها معاك يا مقدام، وتبارك وادينا وجبل قيس قام بالزيارة الفريدة المنال، مصر يا بختك يا هناكي بالطفل يسوع لما جاكي، راكبا سحابة خفيفة هي العذراء العفيفة. يوسف ظل يعمل نجار ويعول الصبية وابنها البر، حتى جاء الوحي بالعودة وأتاه الملك لثالث مرة، وهكذا تم المكتوب من مصر دعوتي ابن المحبوب، فالوقت في مصر طال والخطر مضى وزال، ورجع مع العذراء والغلام إلى الناصرة بسلام، والصبي ينمو في القامة ممتلئ نعمة وحكمة تامة، لذا نطوبك بالألحان ونسأل توبة وغفران من لدن الرب الديان الذي تجسد وصار إنسان، تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين،
الكل يقولون يا إله يوسف البار أعنا أجمعين. Shit.